عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايتي، نرحب أجمل ترحيب بالحضور الأكارم جميعا ونحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، مع حفظ الألقاب والمقامات، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مدينة كربلاء، مدينة الشهادة والإباء، في ضيافة سيد الشهداء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، لنشهد انعقاد مؤتمر ثمرة عطاء الحسين عليه السلام تحت شعار 40 يوما من العطاء، قبس من رسالة الحسين الخالدة. خير ما نستهل به مؤتمرنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ عادل الكربلائي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أفضل الأعمال، الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. لشهداء العراق جميعا نقف إجلالا وإكراما لهم لقراءة سورة الفاتحة المباركة. أحسنتم. لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة مبادرة تلو مبادرة كانت وما زالت تتبناها العتبة الحسينية المقدسة، وما مبادرة الإمام الحسين عليه السلام الإنسانية التي أطلقها المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه، والتي جاءت من باب رسالة المرجعية الدينية العليا التي من أولوياتها خدمة العراقيين جميعا دون النظر إلى الدين أو المذهب أو المكان، ومن منطلق تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية المجانية في جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. أيها الجمع المبارك، سنكون معكم الآن مع عرض فيلم فيديوي يوضح لنا جانبا مشرقا عن مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام، فلنشاهد معا هذا الفيلم وبعده نواصل معكم فقرات حفلنا هذا. اختلاف مبادرة عطاء الحسين عليه السلام في هذا الشهر. نعلن اختلاف مبادرة عطاء الحسين عليه السلام. لذلك أشد على أيديكم أن يكون اندفاعكم، معنوياتكم، ما تقدمونه من عطاء في هذه المبادرة المجانية أكثر من بقية الشهور. أكيد مستعدين، إن شاء الله دائما مستعدين لهي المبادرة. إنه أكون جزء من هاي المبادرة، كل سعيد بهذا الشيء وفخور جدا. الاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى وتنظيم لستة العمل القائمة في الوقت الحالي، وبنتعرض لضغوط كبيرة جدا في العمل، بس إحنا بنقوم بتنظيم العمل بشكل كافي. فعلا الحمد لله والشكر اللي صارت هاي المبادرة، لأنه هواي ناس يحتاجوها صراحة، يعني أكو عدد من كربلاء بس الأغلبية من باقي المحافظات. التعب بس شوف المرضى مرتاحين بروح التعب. والله التعب كله يزول من نسمع كلمة حلوة من البيشنت هو مرتاح عايش، كل شيء هواي يسعدنا. دعوات المراجعين تخفف هواي تعب. بالنسبه لنا هاي التعب والهذي ما تاثر علينا ان شاء الله، اهم شيء المرضى يكونوا يستفادون هاي الفتره. التعب يروح ويهون، يعني سمحت الشيخ قال هو هذا كله لوجه الله للامام الحسين، كنا فخر ونشوف انه بالنتيجه هي مو مساله ماديه، وانما احنا نحصل هذا الاجر يعني بالاخر ان شاء الله، فواحد ينظر للبعيد. ان الامام الحسين عليه السلام تضحيته لم تكن بسيطه، عظيمه جدا، وهي التي حفظتنا. نحن مقابل ذلك يا أبا عبد الله نقدم ثواب وأجر هذه الأعمال لك سيدنا. أجيت على وارث عندي عملية ورم بالغدة النخامية، ذاك الشهر كان كلفة العملية 21 مليون، فما عندي حالتي المادية ما تساعد أنه أسوي هذه العملية. حكيت للناس، فتحت باب تبرع، ما حد تبرع لي، الناس هم ما عندها إمكانية، فظليت محتارة. اجيت للامام العباس سلام الله عليه، اشتكيت امري يمه، تقريبا وراش كم يوم تلقوا المبادره المجانيه، فصارت عمليتي مجانيه. مريض بمرض الكانسر محافظه بابل، انا قبل شهر قالوا لي عمليتك توصل 17 مليون، واذا بمنشوره اشوف العتبه تقوم بكافه العمليه والاجراءات والفحوصات، فاجيت اليوم للدكتور واعطاني موعد، واعطاني موعد العمليه و بدون تكلفة وبدون أي تعب. محافظة الموصل قضاء سنجاب سوت عملية غدة درقية ودزونا على اللقاح شعاع نووي، الخدمات حيل زينة، كوادر طبية ما ينراد، يعني أش ما نتوصف عليهم، يعني ما أكو مثله ما شفناه. من طبين الكربلة حيل ارتاحنا مع أهله، حتى بالسوق احنا مرتاحين، ما بس بالمشفى يعني بالسوق هم مرتاحين، الحاجة حيل مرتاحة. اي والله والحمد لله ما زال أكون. عملة لدعم المرضى من أي مكان كانوا، إذا كانوا يحتاجون أي خدمة متوفرة في أي مؤسسة طبية من مؤسسات العتبة الحسينية المقدسة. اليوم يوم الجمعة، يوم استراحة، بس لأنه إحنا في مبادرة أريد نخدم أكثر مرضى نقدر. اليوم الحمد لله عندنا 4 حالات مرضيه جراحيه راح نسويها، نخدم بها المرضى مالتنا، لانه نريد نستغل الوقت ايش قد ما نقدر. مثل ما تشوفون الكادر كله موجود اليوم الحمد لله بالعمليات، ودنا نشتغل ليل ونهار الحمد لله والجمعة حتى نخدم مرضانا. مدى نداوم يوم الجمعة حتى نستقبل عدد أكبر من المرضى. لما صارت المبادرة تعتبر فرصة، فيجون بطريقة هائلة الناس، مو بس جزء علمي، جزء إنساني تقريبا يعتبر. بأنه دا نقدر نخدم مرضى من عدة محافظات، كان عندنا زائر من أمريكا جراح قبل يومين، والله ما خلصنا الزياره ويانا، فقال ما شاء الله خدمتكم لاهل كربلاء، فرديت عليه برساله قلت له بس 8% من مرضانا من مدينه كربلاء والباقيين من شتى محافظات العراق الحمد لله. من محافظه فاس، من محافظه الديوانيه، من الناصريه، من الموصل، من محافظه ذيقار، من البصره، دياله، صلاح الدين. والله هاي المبادره انقذت العالم اللي فقره، اللي ما عاد الزخم اللي موجود بالسجن اللي ما زين العابدين.
تقدر انت بعد تعرف شلون الوضعيه. انا كان عندي 3 شرايين مسدوده فلازم تبديل. هذا الحكي بال 2017 عمليتي طلبوا عليها 11 وربع بالضبط. الله سبحانه وتعالى سهل هاي الفتره كلها لحد ما اجت مبادره عطاء بركات الامام الحسين عليه السلام فصارت مجانا الحمد لله والشكر على كل حال. يعني انت ايش توصف الامام الحسين اللي هو اللي اعطى كل شيء الدنيا كلها تلوذ بالامام الحسين سلام. للرجال مواقف جعلت من العطاء الإنساني على رأس أولويات الخدمة الحسينية، إذ جاءت مبادرة عطاء الحسين عليه السلام ترجمة حرفية لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام الخالدة، جسدها واقعيا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي فاعل الخير ورجل المواقف الإنسانية، وبكل ما يحمله هذا الوصف من معاني سامية ونبيلة ورفيعة وعليا، جزاه الله خير الجزاء. الكلمة الآن أيها الأحبة الحضور لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، فاستقبلوه محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إخواني الحضور الأعزاء، أخواتي الكريمات، سلام من الله تعالى عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. ابتداء أود أن أرحب بالأخوة الضيوف الكرام، ابتداء بأصحاب الفضيلة العلمية جناب الأخ الأستاذ الفاضل المهندس سيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء المقدسة، جناب الأخ الدكتور السيد صباح الموسوي مدير عام صحة كربلاء، الدكتور حيدر العابد رئيس هيئة الصحة، بقية الأخوة الأعزاء جميعا مع حفظ مقاماتهم وألقابهم، الأخوات الكريمات جميعا، أرحب بكم أجمل ترحيب. وأود أن ابتداء حقيقة الأخ عرف الحفل قال نسب لي أشياء أنا لا أستحقها، وقال جزاه الله خير الجزاء، أنا أقول شيء غير ذلك. جزا الله تعالى جميع الأخوة الذين قاموا بأداء هذا العمل الطيب والخير من الأطباء والطبيبات، هيئة الصحة، الكوادر الطبية التمريضية، جميع الكوادر التي عملت ليلا ونهارا ومن دون كلل ولا ملل ولا تعب ولا تضجر، جزاهم الله تعالى خير الجزاء، هم الذين يستحقون هذا الجزاء على ما قاموا به حقيقة من أيام وليال تعب وسهر، حتى في أيام الجمعة في أوقات متأخرة إلى ما بعد منتصف الليل يؤدون هذه المهام، وسأبين بعض الإحصائيات التي تدل على عظيم الجهد. هؤلاء يستحقون جزاء العظيم، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء.
وغير الذي يستحقونه الآن في هذه الحياة الدنيا، أسأل الله تعالى أن يعوضهم الجزاء العظيم في الآخرة، فشكرا لهم. أود أن أبين نقطة مهمة، ما هي المنطلقات، ما هي الدوافع، ما هي البواعث التي دفعتنا لإطلاق هذه المبادرة، ما هي الأهداف التي نتمنى الوصول إليها، ونتمنى أيضا من الكوادر والمتصدين لهذه المسؤولية أن يصلوا إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة. أنا أود أن أبين نقطة مهمة حقيقة، في بعض ميادين الحياة المهمة نحتاج إلى ركنين مهمين لكي نحقق النجاح في أداء الوظائف والمهام في هذه الميادين المهمة. أولاً التخصص العلمي، كفاءة العلمية، الحذاقة والمهارة المهنية تخصصية، لكن هذا لوحده لا يكفي، لابد أن يصحب ويتزامن مع هذه الكفاءة العلمية والحذاقة والمهارة المهنية والتخصصية مجموعة من المبادئ والقيم. نحن نسعى من خلال وسائل متعددة أن نثير ونرسخ ونعزز هذه المبادئ والقيم لكي نصل إلى الهدف الحقيقي الذي نرجوه. ومن جملة هذه المبادئ إخواني وأعزائي، أرجو خصوصا في المجالات الإنسانية المهمة جدا والمتعلقة بحياة الإنسان وصحة الإنسان ومدى قدرتي على أداء مهامي في هذه الحياة، ألا وهو المجال الطبي، المجال الصحي التمريضي. نحتاج إلى الكفاءة العلمية والحذاقة والمهارة، لكن هناك مبادئ أساسية مهمة لابد أن يحملها كل من يتصدى لهذه المسؤولية، ألا وهي الروح الإنسانية. إخواني وأعزائي، لدينا الإنسان الطبيب ولدينا الطبيب الإنسان، نحن نحتاج إلى الطبيب الإنسان وليس الإنسان الطبيب فقط، نحتاج إليه بنسبة ما، لا يمكن أن نحصل على الطبيب الإنسان من دون أن يكون له تخصص طبي. الطبيب الذي يحمل المبادئ الإنسانية والروح الإنسانية هو الذي يحقق الأهداف ويحقق النجاح والغايات المرجوة. ربما من السهولة أو من الصعوبة بنسبة ما أن نسعى لأن نخرج طبيبا، ولكن هذا لا يكفي، بل لابد أن نصنع مع هذا الطبيب صفة الطبيب الإنسان. ومن جملة مقومات ذلك هو استثارة وانبعاث وتعزيز الروح الإنسانية، وهذا ما تؤكد عليه المرجعية الدينية في النجف الأشرف وعلى رأسها سماحة آية الله العظمى سيد السيستاني دام ظله، الذي ربانا سنين طوال على أن نحمل هذه الرسالة إلى المجتمع، وعلينا أن نمارس أدوارا عملية وأدوارا نستطيع من خلالها أن نبرز ونظهر ونعزز هذه الروح الإنسانية، روح الرحمة، العطف، حنان، التفاعل الإنساني، العواطف الإنسانية التي تتفاعل مع المريض وتتفاعل مع الإنسان بصورة عامة. لذلك كان أحد الأهداف حينما نطلق هذه المبادرة المجانية ويأتي الطبيب هنا، تأتي هذه المؤسسة تقدم هذه الخدمة الطبية بروح المبادرة والعطف والتفاعل والتقبل مع هذا المريض ومن دون مقابل. هذه الروح الإنسانية التي نحتاجها في هذا المجال وفي بقية المجالات، نحتاج غير الذي نقرأه ونتعلمه، نحتاج إلى تطبيق، إلى ميدان عمل نجسد فيه هذه الروح حتى تترسخ لدى الإنسان، خصوصا من يتصدى لهذه المسؤوليات، وتصبح لديه ملكة يأتي بها بسهولة. تارة الإنسان يتعامل بإنسانية بصعوبة وبدفع، تارة الإنسان هو ينطلق من تلقاء نفسه ويتعامل بإنسانية في هذه المجالات، وهو سعيد وهو فرح بأن يقدم هذه الخدمة بهذه الروح الإنسانية. الأمر الآخر الذي سؤال، كيف تزامن إطلاق هذه المبادرة مع
أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة حينما نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام أعطى كل شيء من دون مقابل، نحن ماذا علينا أن نعطي؟ ماذا علينا أن نقدم للإمام الحسين عليه السلام الذي قدم لنا كل شيء؟ وفي نفس الوقت في مناسبة الزيارة هناك العدد كبير من الناس، وبعضهم من الفقراء، من الذي لا يملك شيئا، بعض الزائرين يأتون مواساة في هذه الزيارة، الكثير منهم بأعداد كبيرة، هو يتوسل، هو فرح سعيد بأن يقدم هذه الخدمات، يقدم الكثير من المال بدون مقابل، وهو سعيد بذلك. إن لم تتح له هذه الفرصة يحزن بذلك. نحن في أرجو هذه القضية لو يحصل فيها انطلاقة في بقية المواقع الآن، وأنا تكلمت مع بعض الأطباء من خارج العراق، سأتحدث عن هذه القضية وكيف نتمنى أن تنطلق إلى بقية الأماكن. نحن نلاحظ على طوال الطريق مئات الكيلومترات من الأغنياء والفقراء، من أساتذة، من ناس بسطاء، حتى الذي لا يملك شيئا يأتي بكاسات من الماء لكي يقدمها وهو مسرور فرح، وإن لم يؤخذ منه شيئا يحزن ويتأذى لذلك. مبدأ العطاء من دون مقابل نحن نحتاج أن نستثيره، نزرعه، نعززه في داخل من يتصدى لمثل هذه المهام، وعلى مستوى الجميع. نحن لا نحتاج فقط إلى هذا المبدأ لدى المتخصصين، بل نحتاج إليه لدى جميع أفراد البشر، هذا العطاء من دون مقابل، لكي نشترك معهم أيضا تزامن ما الذي دعانا مناسبة الأربعين، 40 يوم أيضا، هذه المبادرة ما نشاهده الآن من تجسيد لمبادئ المواساة والعطاء من دون مقابل والتضحية والإيثار والخدمة مع هذه الروح السعيدة الفرحة أن يقدم هذه الخدمة. نحن نحتاج إخواني وأعزائي والأخوات الكريمات، نرجو أن نلتفت إلى هذه القضية، كما أن هؤلاء الناس البسطاء يبرزون ويظهرون هذه المبادئ، نحن أولى منهم بأن نظهر ونقدم عمليا ونجسد عمليا هذه المبادئ، وهو العطاء من دون مقابل. لذلك من أجل أن هذا المبدأ نرسخه، ننبه عليه، نلفت النظر إليه ونرسخه لدى خصوصا مثل هذه الكوادر اللي هو دور الخدمة دور عظيم كبير، أن القطاع الطبي يحافظ على حياة الإنسان، يحافظ على صحة الإنسان، يبقيه قادرا على أداء مهامه ووظائفه في الحياة، دور ليس بسيط. لكن نحتاج أن بعض المبادئ تتقارن مع هذا العطاء الذي يقدم إلى هذه الشرائح مهمة، والذين يرفعون المعاناة، يحافظون على حياة المرضى، يحافظون على صحتهم، يحافظون على إدامة أدوارهم ووظائفهم في الحياة. نريد أن نقرن هذه المبادئ مع هذا الأداء الوظيفي المهم، ألا وهو مبدأ العطاء من دون مقابل، أن يكون متناسبا متقارنا مع هذه المناسبة. لذلك قلنا أنه مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام، في نفس الوقت نهدي ثواب هذه الخدمة إلى الإمام الحسين عليه السلام. كم قدم الإمام الحسين عليه السلام؟ شيء كثير قدمه الآن لا يمكن وصفه. نحن ماذا علينا أن نقدم للإمام الحسين عليه السلام؟ لذلك إخواني، لا بس شيء جميل أن الإنسان مثلا يهدي بعض ثواب عباداته، خدمته الآن التي يقدمها يهدي ثوابها إلى الإمام الحسين عليه السلام، يهدي ثوابها إلى الشهداء مثلا، وهكذا إلى أشخاص عظماء لهم دور عظيم في حياتنا، أن نشعر بقيمة عطائهم الذي قدموه، نقدم لهم شيء من ثوابي وأجري مثل هذا العمل نقدم إليه. لذلك كانت الفكرة أنه أن ننقل هذه المبادئ والقيم
التي يجسدها هؤلاء الزائرون ويجسدها هؤلاء الذين يقدمون هذا العطاء من دون مقابل، نجسدها عند النخب. إخواني هذه النقطة الثانية، نخب، هناك نخب في المجتمع ودورهم مهم وجوهري في المجتمع، جملة من الأطباء، أساتذة الجامعات، آخرين، وكذلك نخب كثيرة الآن، أن ننقل هذه التجربة إلى هذه النخب ونجسدها عمليا. لذلك أنا طرحت على بعض الأطباء الذين كانوا أيضا في موسم زيارة 40 من خارج العراق، أيضا كان هناك حديث معهم عن هذه المبادرة، قلت لهم الآن، هم أيضا جاءوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، قلت لهم اجعلوا أسبوعا في عياداتكم في أماكن خدمتكم، اجعلوا أسبوعا واجعلوا هذا الأسبوع عطاء الإمام الحسين عليه السلام، وقولوا نحن نقدم هذه الخدمة للمرضى ونهدي ثواب هذه الخدمة للإمام الحسين، لا تجعلوها 40 يوما، جعلوها أسبوعا. لذلك أوجه أيضا خطابي للأخوة جميعا، سواء كان الأطباء أو النخب الأخرى المهمة التي تقدم خدمة علمية مهنية تخصصية، أن يجعلوا بعض الأيام خصوصا مع مناسبة 40 أن تقدم هذه الخدمة مجانيا. نعم، سبب أن هذا المبدأ، هذه القيمة الأخلاقية العظيمة، أن نجسدها لدينا، أن نترجمها واقعا وفعلا من أجل أن نحقق الأهداف التي نرجوها. طبعا بالنسبة إلى ما ذكره الأخوة، إن شاء الله يبينون بعض التفاصيل، أذكر بعض الإحصاءات هنا، عدد المرضى والمراجعين الذين راجعوا خلال هذه 40 يوم كان 217,950 مريض ومراجع، عدد الفحوصات الطبية بلغت 290,540، عدد العمليات الجراحية وبعضها نوعية، شاهدتم في الفيلم بعض العمليات كلفها عالية جدا ومهمة ونوعية ولها دور مهم في الحفاظ على صحة المريض، بلغت عدد العمليات 4,815 عملية. تكاليف التي دفعت الآن خلال هذه الفترة 16 مليار و63 مليون دينار. في ختام كلمتي هذه، في الواقع أنه أتوجه بالشكر الجزيل الأول للأخوة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، خصوصا بعض الأقسام المهمة، قسم الشؤون المالية، الأمين العام للعتبة الحسينية، نائب الأمين العام، بقية الأخوة المسؤولين، قسم الشؤون المالية، بقية الأقسام، قد يفوتني ذكر البعض على ما قدمه من دعم، ولكن شكر خاص، تقدير خاص من أعماق قلبي أقدمه الآن للأخوة في هيئة الصحة، مدراء المستشفيات، بقية المسؤولين في هذه المستشفيات، كوادر طبية، كوادر تمريضية. حقيقة بعض المرات كنت أسأل، كان مثلا يقول لي الطبيب نحن نستمر إلى الساعة 4 فجرا نجري عمليات معقدة وصعبة، وكذلك بقية الكوادر التي قدمت هذه الخدمة. طبعا هذه المبادرات ستستمر. قد البعض أكو مبدأ آخر، بعض يقول مبالغ كبيرة، من أين نأتي بأموال أنه نصرفها ونحتاج إلى أموال كذا، سواء كان في هذه المبادرة أو غيرها. إخواني وأعزائي، قانون هذا مهم وتأملوا فيه كثيرا واجعلوه مبدأ لكم في حياتكم وسترون آثاره العظيمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذه الرحمة، رحمة السماء، ليست هي الرحمة العاطفية فقط، بل حتى في الرزق بالمال وبقية الأرزاق هي من جملة هذه الرحمة. حينما تقدم شيئا إنسانيا وبدوافع ونوايا خالصة، انتظر الرحمة الواسعة التي هي أعظم بكثير من رحمتك التي رحمت بها العباد. إذا كنت ترحم العباد بمقدار 1 أو 10، الله تعالى ينزل عليك رحمة بمقدار 100، وإذا رحمت بمقدار 100 ينزل عليك رحمة بمقدار 1000. هذا من المبادئ المهمة التي إن شاء الله تكون من
مبادئ والشعارات العملية التي نعمل بها. فشكر وتقدير العظيمين إن شاء الله الأخوة جميعا. وهناك أيضا إن شاء الله مبادرة قادمة إن شاء الله، مع أنه الأخوة أنا يعني أسمع كثيرا عن التعب الذي تعبوه حقيقة، ولكن إن شاء الله تعالى يخفف عنهم التعب في الآخرة إن شاء الله. مبادرة أيضا إن شاء الله خلال الأشهر القادمة، وسنعلن إن شاء الله عنها في حينها، ولكن أرجو أيضا، ولعل البعض ربما يفهم شيئا ما من كلامي، أرجو أن تكون هذه المبادرة تنطلق إلى النخب المهمة في المجتمع أيضا، سواء كان في مؤسسات معينة أو في على نحو البذل الشخصي أو الجهد الشخصي. نأمل إن شاء الله تعالى من أجل ترسيخ هذه المبادئ والقيم التي نحتاج إليها في حياتنا. في الختام شكري وتقديري أيضا أكرر للجميع، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وتقبل منا بقبول حسن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وافر الشكر وعظيم الامتنان لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. مرة أخرى نجدد ترحابنا بكم مع حفظ الألقاب والمقامات. الكلمة الآن للسيد محافظ كربلاء المقدسة المهندس صيف جاسم الخطابي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك أبدا ما حييت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المحترم، دام عزكم ودام الله توفيقاتكم، أصحاب الفضيلة، الأخوات والأخوة، الحضور، الأكارم جميعا، تحية لكم وسلام ورحمة وبركات من أرض الحسين كربلاء المقدسة. طبعا ما ورد في معرض كل كلمة سماحة الشيخ حفظه الله كلام وخارطة عمل إنسانية عميقة وكبيرة، وأكبر به فيما بدأ في مداخلته على تقدمة الأخ عرافة الحفل. دائما نتعلم من علمائنا ونرى فيهم تواضعا حتى في الإنجازات التي يقدمونها، فذلك تواضعا منكم، ولكن يبقى وتبقى المبادرات الكبيرة دائما هي في معرض النية الصادقة أولا، والإيمان بهذه المبادرة، وكذلك العاطفة الأبوية لصاحب المبادرة، والرؤية الواضحة، وشجاعة القرار، والمتابعة، وكذلك الحافز والتواصل مع المعنيين بتنفيذ تلك المبادرة. كل هذا يحتاج إلى العنوان الأول الذي تطرق له الأخ في عرافة الحفل. فسمحت الشيخ جزيت خيرا دائما على كل مبادراتكم وعلى رؤيتكم الواضحة وعلى الإنسانية الكبيرة. هكذا هي كربلاء المقدسة، هذه المدينة العظيمة التي ما برحت بتوفيقات الله تستقبل ملايين الزوار وتؤدي كل الخدمات إليهم. فأهالي كربلاء الذين حفوا بفضل الله وبركاته أن كانوا في هذه المدينة العظيمة، وكذلك شرفهم الله بخدمة زوارها، وكذلك شرفوا كذلك بأن يكونوا جزءا مهما من هذه المبادرات الكريمة. سماحة الشيخ حفظكم الله، أنا بصراحة بشكل مستمر الأخوة في العتبة مشكورين، طبعا تحياتنا للسيد الأمين والسيد نائب الأمين، وكذلك الأخوات والأخوة الأعزاء في الكوادر في المستشفيات، مدراء المستشفيات جميعا، لا
سيما رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور حيدر العابدي المحترم، وكذلك كل الأخوات والأخوة المشاركين في هذه المبادرة. تصلني صور بشكل مستمر بأعداد كبيرة في هذه المؤسسات للعتبة الحسينية المقدسة، وبصراحة هي إجابة واستجابة، استجابة لضرورة حقيقية للمستفيدين، وإجابة عن تساؤلات كثيرة لطالما سئلنا بها من كثير من المحبين سواء من داخل العراق ومن خارج العراق. أنتم أهالي كربلاء المقدسة الذين الله سبحانه وتعالى خصكم بهذه الخدمة والنعمة العظيمة أن جاورتم الإمام الحسين وأخيه فضل عباس، ما هي فائدتكم وهل خططتم أن تستفيدوا من زيارة الأربعينية بفائدة أخرى، وما هي الأعمال التي تخططون لها على هامش تلك الزيارة العظيمة؟ نعم، تقدم المدينة بعتباتها المقدسة، بدوائرها الحكومية، بهيئاتها ومواكبها الحسينية، بأهلها، ببيوتها، وكل الشرف أن تقدم هذه الخدمة، وكل الشكر والتقدير إليهم جميعا والامتنان والدعاء لهم بالتوفيق. ولكن التساؤل إلينا جامعا دائما يقولون: ماذا خططتم أن تستفيدوا من زيارة الأربعينية؟ بصراحة هذه مبادرة كبيرة هي إجابة واضحة للاستفادة الحقيقية من تلك النعمة العظيمة بخدمة الزوار، ألا وهو هذا السمو الكبير الإنساني الذي وصل إليه الأنفس الطيبة الكريمة في مقدمتها سماحة الشيخ حفظه الله، بأن تكون هذه العلاقة الإنسانية والعاطفة الأبوية التي شمل بها عشرات الآلاف وحسب الأرقام التي سمعناها لا يقل عن 300,000 ممن شملوا بهذه المبادرة، فمبادرة طيبة كريمة مباركة. الشيء الآخر سماحة الشيخ، عندما نقول بهذه المبادرة الكريمة التي تصلح أن تكون خارطة الطريق وبرنامج دائما، هكذا هو الحسين تستحق مدينته أن تكون هي أم المدن وأن تكون هي الصورة الناصعة الحقيقية لكل مدن العالم وليس فقط مدن العراق، وبذلك هذه المبادرة تحدثت عنها سماحة الشيخ الكبيرة والتي لمسناها والتي رأيناها، وأنا بصراحة من هذا المكان أتحدث، هذه المبادرة لم تنحصر أبدا. نعم، رأينا الأسماء والعناوين لم تنحصر في قومية أو في مذهب أو في مدينة، وأنا أقول لم تنحصر في بلد. وصدقوني من هذا المكان دكتور حيدر العابدي يعلم، وقبل قليل تحدث مع سماحة الشيخ، جاء لهذه المبادرة ليستفيد منها مغتربون من بلدان كبرى لها باع كبير في التقدم التكنولوجي وفي مجال الطب خاصة. أنا جاءني شخص مغترب من الولايات المتحدة الأمريكية والآن هو في ضيافتنا، هو جاء ليستفيد من هذه المبادرة، فتخيلوا إلى أي مدى واسع هذه المبادرة العظيمة الكبيرة على البعد الإنساني والبعد الجغرافي والبعد الكبير التي أعطته دائما كربلاء المقدسة، ودائما زيارة الأربعينية تعطينا إلهاما حقيقيا كبيرا، وبذلك هي فعلا خارطة الطريق صحيحة وخارطة الطريق حقيقية وملهمة للجميع. وبذلك من هذا المكان نؤكد دائما كمحافظة كربلاء المقدسة تأييدنا ودعمنا وإسناد ومساندتنا لكل المشاريع التي تقوم بها العتبة المقدسة ولكل المبادرات، وإن شاء الله دائما مبادرات مستمرة، وإن شاء الله وفقنا نكون جزء من هذه المبادرات، وخاصة أنما الآن ناشد به أو طرحه سماحة الشيخ بهذه المبادرة الكبيرة أن تكون مبادرات على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الشخصية كذلك والنخب الموجودة، لكي تكون دائما كربلاء المقدسة ودائما بلدنا ودائما هذا الجو الإيمان الكبير لآل بيت النبوة دائما صفحة وضاءة ناصعة في الميدان الإنساني. إن شاء الله يتقبل الأعمال جميعا سماحة الشيخ حفظكم الله، إن شاء الله يعطيكم دائما القوة والقدرة والتمكين على لتقديم هذه كذا مبادرات والاستمرار بمبادرات أخرى. التقدير العالي الكبير للأخوات والأخوة في هيئة الصحة الذين بالمستشفيات والإدارات وكل الكوادر التي رأيناها كيف تواصل الليل مع النهار، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل من شمل بهذه الرعاية، وإن شاء الله إلى مزيد من الخدمات مزيد من المبادرات. تقديرنا العالي لكل الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للسيد محافظ كربلاء المقدسة المهندس صيف جاسم الخطابي على كلمته القيمة، ولمفاصل مبادرة عطاء الحسين عليه السلام المجانية المتمثلة بالريادة في الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير وأحدث القدرات اللوجستية واستثمار الكفاءات وتميزها كنموذج وطني وإقليمي وعالمي. يتفضل الآن الدكتور حيدر العابدي رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة لإلقاء كلمته. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. والسلام عليكم سادة الحضور، سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، أصحاب الفضيلة سيد محافظ كربلاء، السادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب. سماحة المتولي الشرعي، اسمحوا لي وأنتم شكرتم جزيل الشكر كوادر هيئة الصحة أن أتقدم لكم بالشكر أولا نيابة عن أخواتي وأخوتي في الهيئة عموما على كل الدعم المقدم من قبل العتبة الحسينية المقدسة بكل أقسامها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي رسمت لهذه الهيئة. كل الأقسام حقيقة وقفت معنا وما زالت تقف، الأقسام المالية، الأقسام الخدمية سمح الشيخ، الأقسام نتكلم على مضيف الإمام إذا ممكن أنه بعض الجهات تنسى بالذكر، من المضيف، من القسم الخدمية، القسم المالي، المشاريع الهندسية استراتيجية، كثير من الدعم نتلقاه في كل مؤسساتنا وما زلنا، وإن شاء الله راح نستعرض قليل من الجهود الكبيرة اللي قدموها لهذه المؤسسة حتى تحقق أهدافها. اللي يحصل كل هذا الدعم عليه فعلاً أنه يكون طموحة كبير جداً. إذا نتكلم عن 40 يوم، حقيقة 40 يوم انتهت ولكن العطاء لم ينتهي بعد، فما زال العديد من المرضى ممن لم يتوفر لهم سرير في المؤسسات لتلقي الخدمة ما زالت فرصتهم موجودة لتلقي هذه الخدمة من مختلف التخصصات في جميع المستشفيات، مستشفيات الهيئة. سادة الحضور، هيئة الصحة والتعليم الطبي لها رؤية. الآن الرؤية أن نتجه نحو التميز. التميز هو طموحنا الآن، صار مع كل هذا الدعم هو التميز على مستوى المنطقة وليس على مستوى البلد فقط. طموحنا أن نقدم خدمات طبية ومؤسسات معروفة على مستوى المنطقة من خلال اتباعها للمعايير الدولية ومن خلال نوعية الخدمة اللي تقدمها. هذه الرؤية ممكن أن تتحقق بطريق رسالتنا، أدواتنا اللي نحقق بها هاي الرؤية هو الاستثمار في كوادرنا، كوادر هيئة الصحة. الآن علينا، صار واجبنا أنه نهيئ البيئة المناسبة للعمل حتى نستقطب كل الكوادر اللي بإمكانها أن تقدم هذا العطاء المرجو منها. لذلك قضية العمل وفق معايير دولية أصبح الهدف من أجل وجودنا في الهيئة حتى نوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر العاملة في مؤسسات أخرى. كثير من زملائنا الآن لحد غاية هذا الأسبوع اللي احنا نتكلم به واحنا الآن في بدايته، في أول يوم عندنا تواصل مع زملاء في دول أخرى يرغبون في القدوم إلى كربلاء من أجل العمل في مؤسسات هيئة الصحة والتعليم الطبي. أنا أتكلم الآن على كل مؤسسات العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسات اللي نتكلم فيها عن مؤسسة مستشفى الإمام زين العابدين، المستشفى الأم اللي تحملت العبء الكبير
في هذه المبادرة. مستشفى وارث للأورام مركز الإمام المجتبى عليه السلام اللي قدم فعلا خدمات نوعية بفحوصات جينية إقبال كبير صار عليه خلال هذه الفترة. مستشفى السيدة خديجة الكبرى اللي قدمت خدمات استثنائية خاصة خلال هذه المبادرة. ونتكلم على مركز الحياة للأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ ومركز التوحد والمؤسسات التي تدار بالشراكة مع الأخوة في دائرة صحة كربلاء، مستشفى السفير ومركز سيدة زينب للعيون. قدمنا خدمات خلال هذه الفترة إلى 217,000، أكثر من 217,000 مراجع من كل المحافظات العراقية. العمليات اللي تم إجراءها تجاوزت 4,000 عملية. 290,000 فحص طبي، نتكلم على فحص طبي نوعي، ما نتكلم على عدد فحوصات مختبرية. عدد فحوصات مختبرية إذا نعدها احنا نتجاوز 1.5 مليون. كل الخدمات كانت قيمتها تجاوزت قيمتها 16 مليون. نتكلم لحد آخر يوم من 40 يوم، الموضوع ما زال مستمر لأعداد كبيرة من المرضى ينتظرون فرصة حصولهم على الخدمة. وإن شاء الله احنا صار التزام توجيه سماحة المتولي الشرعي من الأيام الأولى من صار الزخم، لما نكلمنا أنه الأعداد هذه ما ممكن أنه نكملها خلال هذه الفترة، فصار توجيهها أنه يبقى المجال مفتوح لأي مريض يراجع خلال فترة المبادرة. طبعا أعداد المرضى اللي ينتظرون الآن عندنا 285 عملية في مستشفى الإمام زين العابدين، في مستشفى السيدة خديجة الكبرى 35 عملية، عندنا في عمليات أورام 149 عملية، وعندنا فحوصات مجرد فحص البيت سكان 460 مريض ينتظرون فحوصات البيت سكان الآن، هم مشمولين بالمبادرة لأنه يعني الطاقة التشغيلية للأجهزة ما تحمل هذا. عندنا مرضى سرطان الغدة الدرقية اللي ينتظرون العلاج باليود المشع، تشوفون الأرقام هذه، نتكلم على 150 بالإضافة إلى الفحوصات الأخرى، لأنه الطاقة التشغيلية الآن مع كل هذا الإقبال، نتكلم طبعا 150 يعني 150 مريض مصاب بسرطان الغدة الدرقية، أرقام كبيرة جدا، وذولا من محافظات عدة. المحافظات اللي هي تمثل 29% تقريبا من ذولا المرضى هم من محافظة كربلاء المقدسة، وأكثر من 70% من المرضى هم من جميع محافظات العراق الأخرى. ملف الصحة والاهتمام اللي أولت العتبة الحسينية اللي عرضناه في المؤتمر الأخير اللي نظمته وزارة الصحة في بغداد، الـ Health Expo، عرضنا عليهم المشاريع اللي هي قيد الإنشاء الآن اللي تقوم بها أقسام العتبة الحسينية المقدسة، قسم المشاريع الهندسية والاستراتيجية، كل الجهود اللي بذلوها، سلسلة من المشاريع داخل وخارج كربلاء. أقربها إن شاء الله للافتتاح هو سرطانية البصرة، مستشفى وارث البصرة، إن شاء الله قبل نهاية هذا العام يطلق العمل فيه، مراحل إنجاز متقدمة والآن جاري مجرد تنصيب الأجهزة، بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى هنا في كربلاء، مستشفى الجهاز الهضمي، مستشفى خاتم الأنبياء الخاصة بجراحة القلب، والمشاريع الأخرى اللي معنية بسلسلة مراكز التوحد المتقدمة. هناك مشاريع نوعية قيد التصميم. من المشاريع النوعية اللي قيد التصميم نتكلم على مركز الديوانية وفي كربلاء، ومستشفى في كركوك، ومستشفى المحاكاة اللي راح يكون مستشفى تعليمي في هنا في محافظة كربلاء، والمدن الطبية في الكوت وفي النجف، والمركز المهم اللي نعتبره فعلا سماحة المتولي الشرعي أو أهمية كبيرة جدا، بكرة راح يكون عرض للتصميم النهائي، هو مركز علاج الإدمان راح يكون هنا في كربلاء، وهذا الحاجة الملحة إلى والكبيرة اللي أصبحت في البلد، نحتاج إلى مركز علاج إدمان يشتغل وفق معايير صحيحة لإعادة تأهيل الشباب اللي يحتاجون إلى علاج بهذا المجال. كل هذه المشاريع هي مشاريع بين مكتمل التصميم وبين هي قيد التصميم، من أجل أن تطلق خدماتها على عموم محافظات البلد. نموذج من المؤسسات اللي هي قيد التصميم، طبعا نشوف على يمين الشاشة هو مركز أورام البصرة اللي إن شاء الله يطلق العمل به قبل نهاية هذا العام، ومستشفى خاتم الأنبياء لجراحة القلب. قبل أيام قليلة وحجم الحاجة الكبيرة اللي شفناها لإدارة هكذا مؤسسات كبيرة، كان مجموعة من الخبراء عندنا هنا من خارج البلد معانا على موضوع الاعتمادية الدولية، وانطرح مبدأ
إعداد أو إعداد القادة أو الكفاءات المحليين من داخل البلد في مجالات الإدارة الطبية، مجالات إدارة الجودة، مجالات السيطرة على العدوى، إدارة الموارد البشرية الطبية. نحتاج إلى بناء القدرات حتى تتمكن كل هذه مؤسساتنا اللي إن شاء الله ترى النور قريباً من العمل وفق المعايير المطلوب إلها وتحقق الرؤية الأولى اللي تكلمنا عنها في الكلام الأول، رؤية التميز والخدمة على مستوى معايير عالية حتى نكون معرفين من قبل المؤسسات الأخرى. عندنا كثير الآن أصبح تعاون وتعارف مع مؤسسات أكاديمية، مستشفيات من خارج البلد، ولكن موضوع العمل وفق معايير دولية والحصول على شهادات دولية في أداء الجودة راح يسهل علينا كثير بالانتماء لهذه المنظومة. احنا الحمد لله يوم بشهر 11 بداية شهر 11 اكو مؤتمر الاتحاد الدولي للصحة IHF راح يعقد في لشبونة، وراح اشارك به واحدة من مؤسساتنا مؤسسة وارث بعد ان انتمينا قبل اشهر قليلة لهذا الاتحاد الدولي واصبحت واحدة من مستشفياتنا منتمية لهم، وان شاء الله السعي كل مؤسساتنا تكون جزء من هذا المجال. ولكن فكرة أكاديمية قيادة الصحية راح تبدي منا نستغل الخبراء اللي موجودين معانا حتى نعد ناسنا وكادرنا أنه يكونوا مؤهلين فعلا لإدارة هكذا مؤسسات. أكرر شكري الجزيل بالخصوص سماحة المتولي الشرعي، وأحب أطمئنه وأطمئن كل كوادرنا العاملين معانا أنه إحنا سماحة المتولي الشرعي مستعدين لأي مبادرة أخرى. الطاقة الإيجابية اللي شفتها عند الناس حقيقة انطتنا زخم كبير. البعض أنا أتكلم سماح الشيخ يعني بأمثلة، إحدى الأخوات قالت إحنا بعد أخذنا على هذا النمط من العمل، ما ممكن أن ننزل عن هذا المستوى. اليوم إحدى الطبيبات كتبت لي رسالة قالت لي دكتور أرجو إرجاع مستحقاتي المالية للعتبة الحسين المقدسة، أخصائية في مجال أورام. طبعاً هاي النماذج موجودة سماح الشيخ، وقضية اللهفة من نشوف الكوادر، شفنا هذه النماذج من الناس اللي كانوا ينتظرون هاي العمليات، حقيقة نموذج بسيط جداً من أعداد كبيرة من المرضى، فواحد من يشوف هذه الناس اللي كانت تنتظر هذه الفرصة هذه يهون أي تعب. فالاستعدادات لأي مبادرة أخرى إن شاء الله إحنا نكون كنا موجودين. أمثلة كبيرة سماح الشيخ إذا تسمحوا لي، مثال واحد لأحد المرضى من محافظة الأنبار، زوجته مصابة بمرض سرطان الثدي المنتشر جدا، واصل مرحلة منطي نصيحة أنه أكو علاج معين مكلف جدا هو هذا نجاته بي. إحنا ما كنا يعني مقتنعين بالكلام من إجونا، ولكن منطي هذا يقول أنا من سمعت بالخبر قررت، عندنا واحد بالمنطقة محتاج إلى تبرع بالكبد، فقررت أروح وياه حتى مقابل إجور، حتى ينطيني إجور مقابل تبرع بالكبد وأجيب علاج زوجتي. فمن سمع بالمبادرة أجهنا وشرحنا كل الوضع، قلنا له ما راح تخسر كل شيء، وهذا العلاج اللي الحمد لله هاي النقطة أيضا أحب أكد عليها، بعض الأدوية الحديثة البيولوجية توفرت فقط بالمبادرة، قبل المبادرة ما كنا نقدر نوفرها، الحمد لله خلال فترة المبادرة لأن هاي أدوية ما داخلة للبلد توفرت، فقلنا له العلاج موجود ماكو داعي. هو كلمنا وراها قال أنا قررت أروح مع هذا الشخص المريض إلى الهند وأتبرع له بالكبد ولكن مجانا، معاكم راح أساهم بالعطاء. قال كنت قبل مقرر مقابل فلوس ولكن الآن ما راح ألغي هذا القرار وأتبرع بالكبد مجانا. هذه الثمار اللي بدأت تنتشر إن شاء الله هي تصير ثقافة الكل يستفيد من عتها، مثل ما وجهت سماحة المتولي الشرعي حتى الناس اللي عاملين في مجال القطاع الخاص في المؤسسات الأخرى، هاي الثقافة ممكن تنتشر وتصل إلى الجميع، وهذا العطاء إن شاء الله لن ينقطع. أشكركم شكرا جزيلا للاستماع، وأسأل الله لكم ولنا دوام التوفيق والنجاح. الشكر والتقدير للدكتور حيدر العابدي رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة على كلمته الغراء في ختام مؤتمر ثمرة عطاء الحسين عليه السلام، والذي جاء تحت شعار 40 يوما من العطاء قبس من رسالة الحسين الخالدة
لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير على حضوركم الكريم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على الخير والمحبة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ العراق وأهله، وأن يعم الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا ندعو الجميع لتناول وجبة العشاء في مطعم مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام السرطانية. شكرا جزيلا لكم.